10 والربع تماما هنا مدخل الباب الشمالي في سور الشمال المحرر. أهلا المهجرين من ريف حمص الشمالي، يفترشون الأرض وكلكم يعلم بالعاصفة التي حلت بالمنطقة. ها هم أهلا المهجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، يمنع من الدخول للشمال السوري المحرر بحجة لا يوجد خيام، المخيمات غير جاهزة. هنا بعض أهلنا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. السلام عليكم. نحن طلعنا من بيوتنا وتركتنا أرضنا وعفنا كل شيء فوقنا وتحتنا، وعساس جايين على خيام جاهزة، جينا ما لقينا شيء، صلنا 3-4 أيام مشنططين على الطريق، نعم ننام بالبازات قاعدين، سيارات إسعاف ما في، حمامات التواليتات ما في، مي بالتواليتات ما في، حشاكون هاي يعني هاي أقل شغلة يعملوها، يعني هاي بشر ما نو حيوانات مثل الفايت على الزرايب. والله يلعن كل قايد باع عرضه وشرفه وعرضه وزت اهله. صور الاهل، صور العالم، صور هاي اهله، العالم هون ليك العالم عم تتجمع رطب خبز، صورني عاد ليك العالم عم تتجمع رطب خبز، ليك وين العالم عم يستنوا رطب خبز يا ريف حمص الشمالي، ليك العالم ليك ريف حمص الشمالي وين شبعانين الاكل ما عم يعطوا. 7 سنين ما جعنا، 7 سنين ما جعنا لحتى نجوع هلا رغم الحصار، رغم كل شيء ما جعنا عشان ناكل. اوعى احنا من في عندنا كرامه بشريه ياكل، بس هاي الشعب هذا شو ذنبه؟ هذا الشعب عم يدفع ثمن خيانة ناس بالأصل خاينة.